عارف ان سامي المصري وحمدي الوزير نازلين الانتخابات؟ لا الحقيقه انا لسه اعرف يعني، لان انا مش من هنا، انا من الصوت. انت عارف ان سامي المصري مترشح للانتخابات؟ اي. تفتكر الرمز الانتخابي المناسب ليها ايه؟ هي والله ما اعرف. سيد انتخب ازاي اصلا؟ مين اللي انتخبها؟ رمز الرقاص طبعا، ما انت عندك واحده رقاص داخله مجلس الشعب. طب رمز ايه تاني ممكن ينفع سامي المصري؟ الطبله، السجاد، الكلام ده. انت بقى تفتكر الرمز الانتخابي المناسب ليها ايه؟ مش عارف الحقيقه، مش ينفع اقول لك، لان انا لو قلت اول حاجه طبلة الكلام ده كله هي اخرها كده. بدله طبعا. بدله ايه؟ اي بدله. ايه السجون ده؟ الايه؟ السجون. في حد يقطع علم زباله؟ طب انت تفتكر الرمز الانتخابي المناسب ليهم ايه؟ حراميه. الرمز ايه؟ ما حراميه يعني هتبقى سجاط مثلا. بدله. بدله؟ ممكن الطبله. بدله رقص. رقاصه هيكون ايه؟ طبله. السجاط. السجاط. عادي الطبله. لا رق لا طبله. البدله. بدله ايه؟ بدله الرقص. رمز الشبشب طبعا. ايه؟ رمز الشبشب. الشبشب ده وده كان بسبب. عارف ان حمدي الوزير كمان مترشح؟ لا مش عارف حمدي الوزير مين. حمدي الوزير ده ممكن اللي هو القط بتاع الافلام مثلا. كلاكيت بتاع الافلام ده ممكن يكون نخلع اي حاجه. اهو وحمدي الوزير. انا اول ما قلت لك حمدي الوزير عملت كده. صيدليه. صيدليه؟ ليه؟ قول انت ليه؟ ليه اشمعنى صيدليه؟ يعني انت عارف ليه؟ العين. اشمعنى؟ العين البساط بتاعته. البساط ازاي؟ البساط بتاعته والافلام. تفتكر ايه الرمز الانتخابي المناسب لسامي المصري؟ ممكن نقول الصقر يعني. ليه؟ الصقر. ليه؟ لتحليقه يعني. ده امل كل المصريين. مين امل كل المصريين؟ اللي هو الصقر يعني.